سنتذوق اليوم بعض أطباق المطبخ الياباني، وذلك بتناول طبقي الغداء والعشاء، كما سنتعرف عن قرب على طقوس تناول الشاي، ودائما هنا في طوكيو اليابانية. هيا بنا. لتناول وجبة الغداء قصدت مطعماً يقدم أطباق التاباناكي اليابانية الشهيرة، ولكن بنكهة عصرية لذيذة. أريغاتو. طبق سلطة ثمار البحر مع قشر البرتقال والكانالوني تشكل طبق المقبلات. ولوجبة الرئيسية اخترت طبق الجينيكو، أي لحم البقر المشوي على الطريقة اليابانية. والجميل في الأمر أنه يوجد شخص في هذا المطعم يقوم بتخزين هذا اللحم ويقرر الزمن المناسب لطهيه، ويقدم هذا الطبق مع الخضار اليابانية كالفطر مثلاً. أنصح في فترة بعد الظهر قصد غرف الشاي الياباني الذي يمكن تناوله عزيز السائح في الفندق الذي تقطن فيه. يقدم الشاي ضمن طقوس خاصة، حيث الدهشة في تفاصيل المكان وطريقة تقديم الشاي قد تكون فريدة. حان الآن موعد العشاء، ولهذا اخترت مطعما يابانيا يقدم السوشي الشهير، وما أكثرها في هذا البلد. هيا بنا. هاريغاتو. يطهى السوشي مع الحيوانات البحرية المختلفة، وتشتهر طوكيو بسوشي التونة والمحار والحبار والسمك الذي يصطاد من بحر اليابان، وكذلك بيض السمك والقريدس، ويرافق الطبق شوربة الميسو أو كوبا من الشاي الياباني المحمص. كرات لدائن الأرز البيضاء مع الفاصولياء الحلوة المذاق أو الأزوكي تشكل طبقي الحلوى. ليث بزاري، العربية، طوكيو اليابان.